الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي الأعزاء، إن شاء الله النهاردة دي معانا الشقة التانية في نفس البيت، هنأسسها معانا. ده معانا الحفر في ماسورة هتطلع على الشارع العمومي بره، لأن في صرف بيتعمل في الشارع، فاحنا إن شاء الله هو البيت بيصرف على الإيه، على الماسورة، على الماسورة اللي هي معدية دي على البيت أو على الجار اللي في الخلف في تفتيش، فهنطلع ماسورة للصرف الصحي يعني، ولسه شغالين فيه ان شاء الله، بس ايه هنعملها احتياطي عشان خاطر بعد كده ايه هنصرف عليها بإذن الله. صاحب المنزل زي ما انتم شايفين مش عايز ان هو يكسر البراد بتاع الحمام، هو ضاف المطبخ والحمام على فكرة، الاتنين ضافهم خلاهم حمام، ودي الماسورة زي ما انتم شايفين هي معدية من تحت الجدار ومعدية من المدخل معانا، ده السلم بتاع المنزل اللي هي معدية من تحت الصدفة، هو لسه صوب على فكرة السلم ده، وعامل كان عامل جراب ماسورة 6 بوصة بحيث ان هو ما يكسرش. ان شاء الله هنشق في البلاط وهنمشي مواسيرنا بإذن الله، ومن غير ما يشيل البلاط، ودي طريقة جديدة ان شاء الله هنتكلم عليها النهاردة، ده هيبقى التجهيز بإذن الله في الحلقة دي. الشغل القديم ده كله طبعا اتلغى، الحوض كان في الوش زي ما انتم شايفين كده، والقعدة الصرف بتاعها اللي تحت ده، وهنا كان فيه الدش، وده الجدار كان ما بين المطبخ والحمام، طبعا هو شاله وخلاها كلاته حمام معانا. ده كان الخلاط القديم بتاع السخان، قصدي المخارج بتاع السخان. ده الماتور زي ما انتم شايفين، كل المواسير دي هتتحل ان شاء الله، لان هي مواسير بلاستيك على مواسير حديد بالشكل اللي انتم شايفينه دون، فكل ده هيتلغي ان شاء الله، وهنعمل مواسير كلها بولي جديده، وهنرفع الماتور ده ان شاء الله هندخله تحت السلم معانا، بحيث ان هو عنده الجزئيه دي انا عايز يستخدمها يعني. دي كانت حنفيه معموله، والمواسير دي بلاستيك، المواسير القديمة اللي هي الرصاصي او السمرة يعني اللي كانت بتقلوص، دي الجراب بتاعنا اللي كان معمول احنا خلينا تحت منه وشلناه زي ما انتم شايفين اهو، لان ما كانش هينفع نكسر في الصرفة بتاع السلم، فهو كان الجراب معمول على اساس ان احنا هنعدي منه الماسورة. ده معانا الشبك 6 متر ان شاء الله هنعمله 4 بوصة. لسه الصرف اللي هيتعمل، الصرف الصحي هيتعمل في الشوارع، مشغلين في الخطوط الرئيسية دلوقتي، مش هينفع طبعا ان احنا نعديها، لان الشارع زي ما انتم شايفين عرضه 5 متر والماسوره معانا 6 متر، فهنعديها ان شاء الله من فوق المدخل بتاع البوابه، وبعد كده هنكمل عليها ان شاء الله، لان المنزل حوالي 9 متر، ده غير مسافه الجدران معانا. طبعا بنحاول نحط بس ايه اي شنطه كده او كيس عشان خاطر واحنا بنعديها ممكن نخش جواها حصوه او نخش جواها رمله. الماسورة دي على فكرة احنا هنطببها بطب كاب من هنا ومن هنا، من ناحيتين، من ناحية المنور ومن ناحية الشارع ان شاء الله، عشان برضو ما فيش حاجة تخش جواها دلوقتي، وبعد كده لما نيجي نشغلها ان شاء الله هنقطع بالصاروخ الطب كاب دي، وهنشتغل بقى على الصرف على حسب المنسوب بتاعه، ان كان هيعوز بند في الشارع او هنركب له كوع بباب ان شاء الله. كده احنا عديناها معانا في الحمام اهو، الماسوره اللي احنا شايفينها البوصه ونص دي، ده الجراب بتاع ماسوره الميه كان معدي من تحت البلاط بتاع الشقه. لو احنا هنعمل خط مسافه طويله مثلا 50 متر او 100 متر، افضل حاجه مع ان احنا بنعود شرب على الميزان الخرطوم، بنحط مثلا علامات بحيث ان احنا نقدر نحدد فيها الايه الميول بتاعتها. طبعا كده خشت معانا لغايه المنور وجابت صدفه السلم ان شاء الله معانا، هتحتاج تقريبا نص شبك كمان 3 متر، فهنديها جلبه ما بين الماسوره اللي هي الشبك يعني وما بين ال3 متر ان شاء الله. طبعا نرفعها بس على حاجه كده عشان نعرف نلزق الغرفة بتاعتنا.
نحاول برضو ما نيجي ندهن الغرة دي ان احنا ما يعني ما ناخدش مساحة كبيرة في الماسورة، حوالي 5 سنتي اقصى حاجة، لان هو المنسوب اللي يخش معانا جوه الجلبة 5 سنتي بالنسبة يعني حتى او 4 سنتي ونص بالظبط يعني بالنسبة للمشتركات والكعان. فاحنا بالنظر يعني مش لازم نقيس المسافة اللي هنغريها، ولازم نحط بزيادة وندهن القطع أخرى بحيث إن هي تعمل جوان كله في الخارج كده. في ناس بيقول لك أنت بتحط غيرها ياما، لا هو كده أفضل حاجة إن يبقى لها جوان خارجي كده هو، عشان ده الشغل الصح. طبعا ده احنا جايبين شبك كامل هنقطع منه المسافة اللي احنا محتاجينها، وهنعديها ان شاء الله معانا من تحت الحلق بتاع البوابة بتاع المنزل. بالنسبة للحمام ان شاء الله انت هتشوفه برضو، احنا وكان شغله صعب والله، ان يعني ايه ان احنا نقطع في البلاط، لان شغله كلاته لازم يكون شغل على ميزان بحيث ان هو يركب عليه مثلا زي وزرة او اللي هي اي غليقه يعني، في وزرات بتيجي تركب، او لو جايب بلاطه مثلا شكل واحد بحيث انها تدي شكل جميل في الحمام داير مدور. احنا ان شاء الله هنشتغل شغل في العالي، لانه عنده خلاطات لاتش. ناس بتسال يعني ايه خلاط لاتش؟ خلاط يعني من اللي بيركب في الحيطه يا جماعه. خلاط اللاتش ده احنا بنسميه خلاط لاتش، ده الخلاط اللي بيركب في الحيط في الحيطه مش في الحوض. اللي بيركب في الحوض ده اسمه خلاط شجره، سواء في الرخامة في المطبخ أو في حوض الوش معانا. أما اللي بيركب في الحيطة ده هو أفضل طريقة في شغله، إن احنا بنشتغل الشغل على المستوى العالي. طبعا بنوزن زي ما احنا شايفين اهو، بنوزنها من الأول ومن الآخر، ونوزنها من النص برضو، لأن الماسورة 6 متر وممكن برضو يبقى فيها تريحة. ولو احنا مش هنقدر نحدد الوزن بتاعتنا ممكن نشد عليها خيط، لو هي ماشية في مستوى مستقيم يعني عدل، بنشد خيط من هنا ومن هنا وبنظبط الماسورة عليه على الخيط ده اهو. ده انا بسهل عليكم يعني. احنا اهم حاجة ان احنا نكون المية على اول الشرطة اللي هي بتبقى في الميزان دي هتدينا تقريبا حوالي 1.5 سم في المتر، وده يعني مناسب معانا. طبعا الجلبة برضو لازم نديها برضو شوية اسمنت تأمين، ده يعني الافضل. ونحاول نغطي يا جماعه، ما كنا جايبين شغل مواسير معتمده، بشوف ناس بيرموا عليها خرسانه وده اكبر خطا يعني. احنا كده كده عندنا لسه المونه وبتاعه المونه والبلاط، فافضل حاجه لما نكون جايبين ماسوره زي كده معتمده محمله ما نغطيها برمله، لان الرمله دي يعتبر احن حاجه عليها، ما نحطش حصو عليها، نحاول ان احنا نغلفها كلها برمله زي كده، لان انا لما برمي عليها خرسانه ممكن يحصل عندي تريحات في الحالة دي هتقطم معايا على طول، لازم تكسر، وده بيحصل كتير وبشوف فيه تسريبات بسبب المشوار ده. فالرملة بتاخد وتدي معاها يعني، الرملة بتبقى حنينة على الماسورة، معلهاش حمل جامد، ما حصل عندي تريح ما يكسرش الماسورة عندي. دي معانا طبعا، احنا بنحاول ان احنا لو هنلزق طبة زي كده ان احنا نطول الماسورة بزيادة، عشان لو حبيت اركب قوة، لو هو مش حابب ان هو يعمل غرفة قدام قدام البيت وعايز يعمل كوع بباب، بحيث ان هو ايه يبقى فيه مسافة عندي بعد ما اقطع الايه الطب ده هنا، عشان لما يشغل الكوع ان شاء الله. طبعا مطبات الكياب دي متوفرة في المقاسات بتاعتها، الـ2 بوصة والبوصة ونص والـ4 بوصة، يعني كل المقاسات موجودة. احنا بنسميها طب كاب او طب غير طب التسليك. طب التسليك حاجة وطب كاب حاجة. طب كاب دي يعني بتقفل الخط معانا خالص، اما الطب التسليك بتبقى قطعة زي دي كده بس في الاخر او في بوزة بيبقى فيها غطا زي الغطا اللي بيبقى في الكوع او في المشترك معايا، بحيث ان انا لو عندي حصل تسريب احل واسلك منه. طبعا لما نكون هنشتغل في شغل بلاط زي كده لازم ناخد العلام بتاعنا ونشتغل على الميزان، بحيث ان انا لما اجي اقطع وهاجي هركب بعد كده السيراميك هيجي راكب غليه تطلع شكلها جميل. بس للاسف انا زعلت والله بعد ما الشغل ده خلص، وهصوره لكم ان شاء الله في التشطيب.
بصراحة الصنايعي مبوظ الدنيا خالص، والغلاية مش عدلة. يعني انا شغل اللي انا بكسر بصاروخ وبكسر بهيلتي، الشغل انا طالع على الميزان. يعني ده الشرب معانا كان على متر، بس هيجي معانا في الحفر، معانا دخل الحفر معانا، فان شاء الله خليته على متر وعشرة، احنا ممكن نرفعه عادي مفيش مشكلة. احنا عندنا الحمام هيبقى عالي عن الشقة، لان انا عندي هيبقى فيها قعدتين اتنين. عندي القعدة هنا هتبقى، خلي القعدة البلدي هتبقى على الجنب اليمين، والافرنجي هتبقى جنب الحيطة هنا ان شاء الله، مكان الحوض القديم ده. هو ده كان مكان حوض الوش، هتبقى القعدة الافرنجي موجودة. طبعا لازم نفصل الحمام وناخد مقاساتنا قبل ما نقطع، لان هو ده تأسيس الشغل. انا عندي الكتف ده هيطول ان شاء الله برضه زي ما عملنا فوق. هنبني، هيتبني هنا كتف كده عشان هيبقى عليه صرف ومية الغسالة ان شاء الله. هنا ان شاء الله السخان. يعني شايفين انا كل الشغل بتاعي اللي انا هاخد عليه المقاسات بتاعتي او المخارج بتاعتي بيبقى على الميزان. انا مش عارف اركب الغلايق مسننه خالص، يمكن انا لو انا كنت عملتهم كانوا طولهم ضعف عن كده بصراحه. والله انا زعلت بصراحه، انا يعني الواحد بيزعل لما بيلاقي شغل زي كده. حتى الكتف اللي اتبنى في الحمام ده هو برضه مطلعه، مطلع بلاطه بعيد عن الجنب ده. هنا معانا الخلاط بتاع الدش ان شاء الله، دي المسافه اللي انا هقطعها. نحاول نخلي 15 يا جماعه. انا بشوف ناس بيعملوا ما بين السخن والبارد 16 و16 ونص، هو 15 سنتي يا جماعه وعلى مسؤوليتي. خلي ما بين من نص السخن للنص البارد 15 سنتي، والخلاط ان شاء الله هيركب. الجزء اللي انا ان شاء الله معلم عليه ده هو انا خدت عامله على 15 سنتي. يعني هو احنا لو كنا عايزين نعمله على 12 سنتي مفيش مشكله، ما بين السخن والبارد الجزء اللي هيمشي فيه المواسير معايا يكون 12 سنتي، بس الافضل ان احنا نخليه 15. انا حبيت اكبره شويه لان انا عندي الماسوره مش هتبقى شايله منى ياما، فلازم يبقى عندي في واصل فوق الماسوره وتحت الماسوره عشان تاخد كميه اسمنت للغلاء بتاع البلاط اللي هتركب، عشان يبقى فيها عزم يعني وكده. انا عندي السخن ان شاء الله هيمشي فوق، والبارد هيمشي في المستوى ده كده، يعني هيبقى نهاية البارد الخط البارد هنا هيبقى ان شاء الله كوع معانا. حوض الوش او حوض المغسلة هيبقى في المكان ده ان شاء الله. كده احنا طبعا علمنا بالصاروخ اهو، بنقطع بالصاروخ بالشكل ده هو بطريق جرانيت، بحيث انني يبقى الشغل بتاعي ماشي كويس، والشكل العام بعد كده يبقى كويس. ده معانا الفتحتين دول بتوع ده المحبس، هيبقى فيه هنا المحبس بتاع الخزان، وده المحبس تحت هنا المحبس بتاع الشقة الرئيسي اللي بيقفل عن الشقة جوه، لان الشغل القديم كله اتلغى. ده المايه بتاعت القعده، ومعانا دول السخن والبارد بتوع المطبخ هيعدوا ان شاء الله على جلب الناحيه التانية ان شاء الله في المطبخ. ده معانا الحنفيه بتاع الفلتر. واحنا بنكسر طبعا فوقينا ان الجدار ده هو جدار شركي ما بينه وما بين الجوار، لان البيوت دي بيوت قديمه، فما كانش كل واحد طلع بجدار لوحده. وفوجئنا بالصبه او السقف، كاميرا بتاع السقف بتاع الجوار للناحيه التانيه، وكان المفروض ان انا اغور شويه يعني، بس اتحكمت بالشغل الخرسانه ده هو. بس احنا حاولنا برضو ان احنا نغوط شويه عند المخارج بتاعتنا بتاع الكيعان، لان انتوا في الطبيعي انتوا عارفين ان لما بنيجي نشتغل في الطوبه بنسيب قيمه السن او الكوع بيبقى خارج الايه، خارج الطوبه معانا، اللي هو بيبقى قيمه المونه والبلاط السيراميك بعد كده. طب انا عندي السيراميك معمول، يعني محتاج ادفن الكوع كله، اخلي وش الكوع على وش البلاط معايا، فمحتاج انني اغوط، يعني اخش اغوط بالحفر بتاعي. طبعا احنا هنعدي الفتحة دي اللي سعيد بيكسر فيها دي، ان شاء الله هنعديها الناحية التانية، ده اللي هيبقى الدخول بتاع المية. بس احنا ما بنعملش الفتحة دي
غير لما نخلص التكسير معانا. معلش شايفين ده برضو عمود فمش هنكسر فيه برضو، يا دوبك هننزل بس الايه الاسمنت بتاع البلاط. والجزء اللي هو فيه المحبس ده هو اللي البلاط بتاعه اتشطف شوية، لان ما كانش ينفع ان احنا نقطعه بالصاروخ عشان المية لسه متوصلة والمحبس ده اللي قافل دلوقتي، فعشان نقطعه كانت هتبقى مشكلة ان احنا هنقفل المية او هنقطع المية عن المنزل خالص، وطبعا في ناس ساكنة فمش هينفع ان احنا ايه نشيله دلوقتي غير لما نوصل الخط الجديد بتاعنا ان شاء الله. بعد كده هنحل القلب بتاع المحبس ده وهنشيله. طبعا نحاول نخلي المحابس تبقى في نفس المستوى واحد فوق بعض بحيث ان يدوا شكل حلو برضه. وعندنا الجزء اللي فوق هنا هيبقى في فتحة دي هتعدي معانا ان شاء الله على بره على المنور. مشكلة الجدار ده برضو ان هو كان زي اللي فوق، عرضه حوالي 30 سنتي بالبلاط ومتمحر من الناحية التانية. والمحبس اللي هو بتاع الخزان ان شاء الله هيتعمل له برضو مخرجين اتنين، مخرج هيبقى فوق المواسير السخن والبارد، والمخرج التاني هيبقى من فوق على اخر الحفرة كده ان شاء الله. ده معانا السلك، الناس بتسألنا برضو انت بتثبت المواسير ازاي؟ ده سلك رباط يا جماعة، هو جاهز وبنجيب مسامير صلب زي كده 3 سنتي، دي احنا بنحاول ندقها قبل ما بنشتغل في المواسير خالص. مسمار 3 سنتي صلب اهو، بنجيب تمن بيكفي معانا اللي ايه الحمام والمطبخ كله، وبنلف من ايه نحط المسمار في نص السلك وبنبرمه عليه بالشكل اللي انتوا شايفينه ده ونلفه عليه عشان خاطر ان هو ايه المسمار او السلك ما يقعش منه، وبنثبت ده في التكسير اللي احنا عاملينه بحيث ان انا بعد ما اخلص يبقى انا عندي في حاجه ان انا اثبت المواسير. بعد كده بننضف كل الاتربه اللي موجوده مكان التكسير ونحاول نرش برضو الايه الميه. طبعا الشباك ده احنا معلينا هنقلب بالحمام لان الماسوره اللي طالعه على بره ما كانش ينفع نوطيها اكتر من كده، فصاحب المنزل قال لي علي الحمام عشان انا مش عايز اوطي الماسوره الخارجيه دي عشان بعد كده لو حصل حاجه ما تردليش الصرف على المنزل جوه. فهنخلي الحمام كلاته على عن الشقه مش مشكله 20 او 25 سنتي. واللي هيعلي معانا اللي خلانا عليه اكتر برضه ان هو محتاج قعده عربي او قعده بلدي يعني، فدي بتدي معانا عليه حوالي 25 سنتي من وش البلاط معانا. بعد كده بنرش ميه ونجهز للشغل ان شاء الله. طبعا الحاجات دي مهمه جدا يا جماعه عشان بعد كده لما نيجي نجبس على المواسير الشغل بتاعنا او الشغل اللي احنا هنعمله ما يفصلش او ينمل بعد كده. طبعا الحفر زي ما انتم شايفين كلاته بالميزان مفيش يعني على قد المواسير، وهتشوفوا برضو بعد التشطيب ان شاء الله بعد المواسير ان شاء الله هنحاول نحل برضو الايه الاكسسوار بتاع المحبس ده محبس الجي ام، وتغييره سهل خالص يا جماعه. ناس بتسالني ازاي نغير قلب المحبس اللي هو بتاع الشقه، احنا بيبقى موجود معانا بيبه 17، دي بتكون اسهل حاجه في حل قلب المحبس ده حتى لو مدفون جوه البلاط، وانا عملت فيديوهات قبل كده على تغييره. طبعا المحبس الجي ام ده مشكلته ان هو بيبقى الكوبشه بتاعته على قطعتين، فساعه ما بيعض في بعضه بيبقى ايه يعني صعب قوي حله بالذات لما بيقعد فتره كبيره. لما بنيجي نخلع كوبشه لازم ندق عليها واحنا بنشدها، يعني نشد بايد وندق بحاجه كاوتش عشان ما نخبطش الكوبشه معانا، هتطلع معانا ان شاء الله. حتى لو في مسمار مش عايز يحل، في ناس بيقول لك المسمار بيبقى مصدي بنفك عاده وبندق على المسمار دقيقتين ثلاثه ان شاء الله هيحل بسهوله معانا. وده الزور، وهنسيب بس القلب ده على ما اخلص وان شاء الله هنشيله باذن الله. وانتظرونا الحلقه القادمه ان شاء الله في اول تاسيس معانا في الحمام والمطبخ، ويا رب نكون قدمنا لكم حاجة مفيدة. وما تنسوش الإعجاب والاشتراك في القناة لو عجبكم الفيديو. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.